كل ياسمين لأحلى مشاهدين مشاهدي القناة الوطنية الأولى في موعدنا العادي في الإفطار هذا هو الموعد اللي تعودوا به المشاهدين يوميا نتلقى معكم من الاثنين للخميس نكون معكم في نفس الموعد هدية بداية من التاسعة صباحا إلى حدود منتصف النهار الموعد هدية هذا الصباح لليوم الاربعة أربعة ماي إن شاء الله باش يهزنا المواعيد مختلفة أغلبها باش يكون في التظاهرات الفنية الثقافية أيضا الحياة الاجتماعية نواكب أيضا نسق الأسواق اليوم الاربعه بعد الافطار وعوده النسق العادي باش نشوفوا على مستوى الاسعار، كيفاش الاسعار بعد رمضان؟ برشا برشا اسعار حسيناها شطة خلال الشهر الفضيل، النسق العادي رجع والا لا؟ المواطن شنو رايو في الاسعار اللي موجوده بالنسبه للخضر الغلال اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء وغيرها من المواضيع اللي نقترحوها عليكم في المشاهده، ان شاء الله ثلاثه سوايع باش يهزونا العوالم مختلفه باش نحاول كل مره وانه نعطيوكم الجهات باش يكون معنا من خلال المراسلات ومن خلال حنان الجسم بعد قليل في النقاط الخارجيه من توا الى منتصف النهار نقول لكم مرحبا بكم في المشاهده مرحبا بكم معنا ومرحبا بكل ملاحظاتكم بطبيعة التوقيت هذا نقترح فيه ماده كما ذكرتها وايضا نحاول كل مره نقترح عليكم اطباق اذا كان تاخذوا لي توا في التوقيت هذا نجموا تطيبوهم ويكونوا حاضرين على طاولتكم بنص النهار ان شاء الله نمشي ونقول صباح النور صباح الخير للشيف صابرين وناخذوا فكره على اطباق اليوم صباح الخير يا ناس عيدك مبروك عيدكم مبروك توانسه الكل ان شاء الله وال المسلمين الكل اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا دو ريسيت احنا عاودناكم بين ثلاثه اربعه اما اليوم قلنا ما يسالش نعاودوا من جديد باش نعملوا بعضنا دو ريسيت باهين على الاخر بنين جدد زيدة ما عملناهمش ديما نحاولوا نعملوا حاجه جديده ب اخترت في الغسات السالي الطبق الرئيسي نتاعنا باش نعملوا البرزقان اللي هو ما بين كافي وبيجي هو يتعمل في ماي ذاك علاش احنا قلنا توا ديجا دخلنا في شهر ماي قلت هذايا وقته خلينا عمله. باش نعملوا البرز جين الكيفي باللحم بالدقله بالفاكهه هو ميلونج بين سكري سالي هذايا في الغسات الطبق الرئيسي وبش نعملوا حاجه حلوه في اطار العيد باش نعملوا كروكون الكروكون باش نعملوه اكيد بالفروي سيك لي اكيد باش نعطيهم لكم من بعد بالتفصيل والطريقه تكون واضحه وسهله هذوما لي دو ريسيت نتاع اليوم المكونات باش تكون واضحه امامكم من بعديك على الشاشه وقت نبداهم مع بعضنا تبعونا شكرا لشيف صابرين عيدي وسنين دايما ثالث ايام العيد ان شاء الله يا ربي ايامكم كلها اعياد ومناسبات مزيانه صغيراتنا اليوم كيف كيف رجعوا للقرايه ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله بالتوفيق لكل صغيراتنا اللي يخوضوا مرحله الامتحانات واللي بداوها في بالنسبه للكوليج واللي سيبداو نعرفوا في الاعدادي والثانوي حتى في اشهر الفضيل ان شاء الله يا ربي يكونوا موفقين احنا باش نبداو بالانغام ان شاء الله ايامكم كلها انغام وايقاعات هذه درسه في الحمداني وراجعين بعدها يا حبيبي <applause> هذه حبينا نبدأ حابين نبداو به معاكم رجعنا للموعد الاصلي نتاعنا في الافطار نتلاقى معاكم يوميا من تسعة الى حدود منتصف النهار اللي خلط علينا توا في المشاهده ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله سنين ديما وان شاء الله ينعاد عليكم بالخير وباليوم من والبركه انا هوني في البلاتو الفرعي معك حنان الجسمي في فقره اخبار الجهات كل عام وانت بخير كل حنين. عام وانت بخير عيد مبروك على التوانسه الكل وعلى كل مشاهدينا وعلى الامه العربيه الاسلاميه وان شاء الله ينعاد بالخير عليهم الناس الكل مشيت في العيد خويا؟ أه والله في الدار شويه <تسأل> على العائله هكا القراب شويه والكل. تمشي <تسأل> للجهات ما عندكش حد في الجهات؟ أه لا في الجهات لا الكل <Wolfe> في تونس. تمشي نمشي توا. تمشيو توا من خلال الفقره <applause> هذه واحده واحده تبعونا باش نمشي والأكثر من جهه باش نبدأ نبداو. باش نبداو بعاصمه الاغالبه القيروان اللي شهدت مدينه القيروان بمناسبه احياء ليله القدر توافد لالاف من التونسيين الذين قدموا من مختلف ولايات الجمهوريه لمواكبه الاحتفالات التي تشهدها عاصمة الأغالبة بهذه المناسبة مم. وأكد ويلي إلا أن عدد الزوار وضيوف تجاوز 30 ألف مواطن جاءوا من مختلف ولايات الجمهورية دون اعتبار أبناء الجهة ولم يتم تسجيل أي تجاوزات أو تشكيات نتيجة حسن الضيافة والترحاب من أهالي الجهة وحسن التنظيم والتأمين مم. ونوه ويلي القروين أيضا برجوع الفرحة والبهجة في نفوس المواطنين بعد مواكبتها للاحتفالات وذلك بعد توقف خلال سنتين بسبب فيروس كورونا ونعرفوا بحق يعني حركية كبيرة حتى م -م. في رمضان ليلة 27 وفي العيد ومحليها العادات نتاعنا التونسية صحيح صحيح عاداتنا ومحليها آه به آه نعرفوا اللي احنا ناس بعد عامين الكورونا اللي تحسوا فما فرحة برشا خاصة في الجهات الكل اللي شهدت احتفالات ليلة القدر وإلا سواء يعني احتفالات بمناسبة العروض الثقافية اللي شدناها وكلنا عشناها وكبناها احنا من القروان وين باش نمشيو لتطاوين وين زيدة باش نحكيو على عرض ثقافي كان حاضر في اختتام ليله 1 ماي تظاهر تليلي تطاوين رمضانيه بعرض اعتزاز للفنان عادل سلطان بدار الثقافه بالبير الاحمر حيث أهي. استمتع الحاضرون بالانشاد التربي هذا ويشار الى انه التظاهره تضمنت 24 عرضا موزعين على مختلف معتمديات الولايه وتنوعت من حيث المحتوى حيث استمتع الاهالي بعروض صوفية وأخرى تربية وكذلك عروض للأطفال والعائلة عروض صوفية وأخرى تربية وكذلك عروض للأطفال والعائلة عرض خاص بطلبة الحي الجامعي بتطاوين او كطلبة استمتعوا بهذا العرض وانت ذكرتنا تحقيق... في صوت خلينا نحيي وان شاء الله يكون م -م. في المشاهدة عادل السلطان وحشناه برشا في قدام الكاميرات وحشناه في القناة الوطنية انا وحدة من الناس الحقيقة والله فكرت فيه باش يكون ضيف من حاضر. ضيوفنا في رمضان ان شاء الله يكون بيناتنا على ليه ونعرفوا جديد عادل ان شاء الله طوح. ان شاء الله ان شاء الله يكون يشاهد فينا باش نقعدوا احنا مع عروس صحراء تطاوين في وباش نحكيوا انه في اطار المادة التضامني بمناسبة عيد الفطر المبارك اختتم فوج الجبال الكشافة التونسية بغمراس ليلة العيد حملته سنين قديمة حيث قام بتوزيع الحلويات والوعب الأطفال على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف مناطق المع تمدية وذلك حتى تعم الفرحة كيفة المنازل ولا يحرم الأطفال من مشاركة أطرابهم فرحة العيد وقامت جمعية وكري أيضا للتضامن بالدويرات بإكساء طفلا ستين طفلا يتيما وفاقدي السند أصيلي المنطقة هذا وقد لاقت كلتا المبادرتين استحسان الاهالي وابدوا استعدادهم للمساهمه خاصه وأن المعنيون يعيشون ظروفا اجتماعيه صعبا ويصعب عليهم اقتناء اللعب والحلويات لابنائهم هذه أيه؟ كانت فرصه باش صغيرات الكل يحسوا أيه؟ بالفرحه وفرحه هذه تونس انا ديما نقول حنان هذه تونس اللي نعقلوها وهذه تونس اللي نحبوها هذه المادة التضامني اللي ريناه في شكل برشا اوجه الحقيقه في الشهر الفضيل في ختان صغيرات <applause> شراء الحويج العيد مم. موائد الإفطار ورينيهم حتى على طرقات السنة دونك حاجة تعمل الكيف مم. وهذه تونس بحق محلاها تونس بنساها ورجالها وزغالها صحيح, صحيح نتفكر الناس الكل بتبيعون. ونتعاونوا مم. مع بعضنا احنا باش نمشيو للشمال الغربي تحديدا البيجا وانتم بمقر ولايه بيجا عقد جلسه من اجل الاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب مم. وتفيد التقارير الصادره عن الجلسه المذكوره بان صابه الحبوب لهذا الموسم الفلاحي تقدر ب 3.7 مليون قنطار وهو ما يمثل 22% من الانتاج الوطني وقد تقرر انطلاق حصاد القمح يوم 4 جوان 2022 بالنسبه إلى مزارع حبوب الولايه، وسيتم يوم 10 10 ماي من نفس الشهر بالنسبه إلى مزارع الشمال، أما الشعير فمن المنتظر أن تنطلق عملية الحصاد الخاصه به يوم 30 ماي وللتذكير فإنه ولايه بيجا تضم 40 مركز تخزين للحبوب، كما تبلغ المساحه المزروعه حبوبا بالجهه تقدر ب 139 ألف هكتار. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله الموسم ان شاء الله العام سابع واحنا نعرفوا اللي في الظرفيه هذيا فما برشا نقص في ماده الحبوب ونمشيو لاكثر من نقطه باش نجموا نتزودوا بالحبوب سيح. وحتى الاسعار كيف كيف ان شاء الله يكون موضوع علاش نقاش مع سي فوزي نقابه النقابه للفلاحين كيف كيف مهم. الاسعار فيها برشا غلو هذا حسب اهل الاختصاص. صحيح، هذا عشناه وخاصة في رمضان وصارت في برشا تشكيات. بإن إن شاء الله نتجاوزو احنا نمشي ولا سلينا أي. وين سيتم تعزيز ولاية سيلينا قريبا بثلاثة حافلات مدرسية مخصصة للتنقل المدرسي نظرا لأهميته مم. في المناطق الداخلية حيث ينقطع عدد هام من التلاميذ عن الدراسة لعدم توافر النقل. هذه الحافلات هي في إطار هبة من إيطاليا. أها. باهي ذوما بشائر صباحيه نسوقها مهم. مناسبه العيد ولا مش مناسبه العيد هذه ايجابيه صحيح ولكن مشكله النقل نتاع صغيراتنا هو مشكل دائم في علاقه بالبنيه التحتيه في علاقه بصغيراتنا ووصولهم للمدرسه حق صغيراتنا في التمدرس والتعلم دونك هذه بشره نسوقوها لولايه سليان ولايه في المناطق الداخليه يعانيوا برشا الوليدات احنا نمشيو لقرقنه سفيق وين <applause> تم احباط عملت عمل عمليتي حرق وإيقاف لخمسة وثلاثين مشتازا تمكنت وحدات المنطقتين البحريتين بقرقنه وصفاقس أنهار آه الأحد من إحباط عمليتي إجتياز الحدود البحرية خلصة وإلقاء القبض على خمسة وثلاثين مشتزن من جنسيات إفريقية مختلفة وحاجز مركب بحري وأذنت النيابة العمومية لمركز الحرس البحري بصفاقس وقرقنه بالتعهد والنظر في هذا الموضوع الكلهم أفارقة؟ اي اجانب كلهم اجانب وافارقه دونك هو هذايا ملف وحده صحيح. جدير بالمتابعه ما نقولش حاجه اخرى مرحبا بكل الجاليات وكل الجنسيات ولكن فما مواضيع يلزمها متابعه خاصه بما فيهم الملف هذه صحيح صحيح باهي نمشيو احنا للوطن القبلي تحديدا النابل وين فما مؤشرات سياحيه واعده وعوده للاسواق التقليديه سجل القطاع السياحي بمنطقتي نابل والحمامات خلال الفتره الاخيره تحسنا تدريجيا وشهد تطورا في عدد الليالي المقضات وافاد المندوب الجهوي للسياحه بنابل أن الموسم السياحي القادم سيكون واعدا بعدد بعد حاله الركود التي عاشها القطاع بفضل تداعيات فيروس كورونا أن مصالح المندوبية الجهوية للسياحة تواصل عملية مراقبة المؤسسات السياحية بالجهة ومنها عشر نزل فتحت بعد الغلق الموسمي للتثبت من جاهزيتها لاستقبال السياح مع التركيز على جودة الخدمات ومنظومة التأمين الذاتي والسلامة داخل المؤسسات السياحية جميل جدا وإحنا اليوم طقسنا مش ربيعي ربيع الجو ربيع صيف يعني الصيف وهذا خاصة في الويكاند نسعه في العيد نفرح الكل بالصيف وبالاجواء والله يعطينا طاقه الحقيقه هكا ولا بشيء اثر على على مزاجهم اليومي انت كيف يظهر لي حبيبي يلا حاجات نخدموا راه في البلاتو سو لي بروجيكتور والله نمشي احنا الهوني لتونس العاصمه وين فما 80 كاميرا مراقبه ستكون في شوارع المرسى حيث تعتزم بلديه المرسى تركيز 80 كاميرا مراقبه في شوارع مدينة المرسى بعد حصولها على ترخيص في الغرض من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وقالت البلدية أن هذه الكاميرات تهدف لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات والوقاية من التحيل والسرقة والحوادث وتنظيم حركة التنقل بالمواقع الحساسة بكامل تراب البلدية أي. ثمانين العدد الجميل 80 كاميرا مراقبة إن شاء الله به به كعدد به برشا كاول شيء نعرفوا. انشاء الله هذا حنان وتعرف قديش مهم هذايا في, في جاهزيه قواتنا ايضا وفي انه حتى كان بعمليه بعديه يعني مم. اذا كانت تصير السرقات عمليه النهب والبراكاجات اللي, اللي نحكي صحيح. عليهم مؤخرا وفي العدد نتاعهم ديما مرتفع ان شاء الله هذا يكون حقيقي. لكن للكاميرا من بعد التعرف عليهم وتسجيلهم صحيح. هو لا محالة ساعات راهو حتى بركه فما الكاميرا ينقص ينقص ان عسى انه تنقص الجريمه <applause> ايش عندنا اخر عندنا حشره احنا هي اللي قاعده تتسبب في قطع اشجار الغابات في الجسرين وللاسف أي. حيث اكد رئيس دائره الغابات بالقاسرين يمن الحقي انه ولايه الجسرين تحتوي على 36% من غابات السنوبر الحلبي بتونس وبين انعكاس التغيرات المناخيه المؤدي الى حشرات حشره اسكوليت أي. او الصندل داخل هذه الغابات مؤخرا أي. وشدد على أن مقاومة هذه الحشرة تمر وجوبا بالقطع الصحي للأشجار المصابة بها ونزع خشورها ثم حرقها لأن الحشرة تعيش بين القشور متاع السنوبر وخشبها الداخلي وأوضح أن الغاية من عملية القطع الصحي هي حماية لبقية الثروة الغابية من عدوى الحشرة التي تؤدي إلى تيبس الأشجار فانطلقت إذا محاولات حماية الغابات السنوبر الحلبي حاليا بالقصرين وستتواصل هذه المجهودات مكافحة هذه الحشرة. ب؟ أنا هاوكا باش له جاهزة، رامي الأربعة زميلنا نعطي لك سأل جاهزة، جاهزة، سألتها قلت لها شنو عندنا؟ قالت لي عندنا حشرة، هذه خذها على الجاهزة. تعبش روحك رامي. دونك <applause> احنا نشيكسو بطبيعة رامي إيه هو يحب البرنامج ويتبع ويتبع فينا هو سحري بحري، أوك خذوها على الجاهزة، هذه مسلمة مني كدول عيد <applause> يلا حنان باش نختموا؟ نختموا بعين دراهم وينتمكنت مؤخرا فرقة للإرشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم. من الإيقاع بشبكة مختصة في التنقيب على الكنوز والقبض على ست أشخاص مشتبه بهم وتمت تمت هذه العملية بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ونصب كمين مكن من الإيقاع بأفراد الشبكة وحجز لديهم عديد المعدات للحفر وإلى لكشف المعادن وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم هكا من عند راه الغربي تحديدا كملنا جولتنا مع أخبار الجهات بالنسبة لليوم صحة حنان عوده موفقه قد الريتم بالحق يعني رو ساعات يلقاو صعوبه برشا مشاهدين اكيد في الرجوع واليوم حسيني حتى على مستوى الحركيه في الطرقات نتاعنا اليوم رجعنا بعد ثلاثه ايام عطله العيد ان شاء الله عوده ميمونه للناس الكل العمل عباده قيمه العمل نحبوها تثمن بتبيعها في البلاد هذيه باش نجموا نرفعوا رايتها عاليه ونجموا نقدموا بالاقتصاد نتاعنا شكرا حنان بعد شكرا شويه, شوية باش تواصل معنا حنان مواصله بعد شويه في نقطه خارجيه ان شاء الله إكيش شكرا لك حنان فريق المرافق ليك احنا نعملوا شويه حركات رياضيه نعليه في المناعه في الطاقه نتاعنا ونحسن في المزاج من خلال الفقره هذه صباح الخير كالعادة مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي روبريك جديدة اليوم قررنا باش نعمل لكم ديزيكزارسيس بتاع كارديو نعرفوا اللي اغلبية التوانسة يعانيوا من مشاكل مع الزيادة في الوزن دونك هذا سبيسيالمون ليكم <applause> ان شاء الله تكونوا استمتعتوا الناس الكل نعرف الناس الكل ما تقومش كوتش ياسين أو تنجموا تلقاو أي واحد من عائلتكم يعاونكم ولا تنجموا تحطوا مخدة تنجموا تصرفوا نعرفكم تعملوا المستحيل دونك هذه هي السيونس نتاعنا اليوم إن شاء الله تكونوا عملتوا جو ونتقابلوا في سيونس جديدة باي باي الكل هذا الصباح اليوم الاربعه 4, -4 مارس سعادة باش نكونوا معاكم في التوقيت هذايا رجعنا للتوقيت العادي في الافطار ولمواعيدنا الصباحيه. موعد الثاني بعد اخبار الجهات يهزنا للاخبار العالميه مع زياده هنيه صباح الفل والياسمين كل عام ومتابعينا. صباح الفل وصباح النور وصباح الورد ليكي ناس يا وكل عام وانت بألف خير انتي انت والمشاهدين الكل اينما كانوا في كافه انحاء العالم كما اخص بذكر ايضا الزملاء فردا 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 اللي عيطت على مجموعه منهم. هي. قبل ما ندخل بحذاك ونعيد عليهم من خلال الشاشه العائله الاحباب ولاد البلاد الناس كل كل, كل اينما كانوا في اي بقعه من بقاع الارض وين نجاحاتهم تحكي عليهم في باب النجاحات كالعاده كما عودنا ساده المشاهدين ايناس فما ما يسمى بالفرنساويه روبريك فقره في الاي اف سي انترناشونال فاينس اللي هي مؤسسه التمويل الدوليه التابعه للورد بانك جروب مجموعة مم. البنك العالمي خصت مجال طيب نجم نقوله للرائدة هكا يقولوا بالانجليزية أسماء بن حميدة المؤسسه متاع الشركه الابرز في مجال الاقراض للتمويل الاصغر في تونس فما عبارات دقيقه بالعربيه وبالانجليزيه تعرف المؤسسات الدوليه تختار العبارات اللي تتداول تقنيا أه إذاً المؤسسة هذه أه هي أندا اللي أه كانت مبادرة من أسماء بن حميدة طبعا بالتعاون والتضامن والتنسيق مع أه International Finance Corporation اللي هي المؤسسة الدولية للتمويل والتجربة كبرت وتجربة كانت رائدة والتجربة كانت من النجاح بحيث كما قلنا موقع البنك العالمي وورد بانك ربما فما برشا ناس يقولوا البنك الدولي لكن الترجمه الدقيقه صحيحة لانه كان جاء البنك الدولي وانت تعرفي الناس انا نقولوا bank هذاك international مونتري فاوند يعني اللي هو صندوق النقد الدولي مه. المهم المؤسسه هذه آه خلينا نقولوا منظمه اكثر منظمة, منظمه منظمه اكثر لانه هي منظمة صحيح هو يعني هي, هي منظمه بالاساس هي منظمه وجمعيه وجمعيه صحيح الناس ملاحظتك في وممكن اكثر نعم للجانب المالي والخارجي نعم لكن انا اشرت الى التسميات الدقيقه او ما تعرف المؤسسات الدوليه م. عندها المواقع نتاعها بالانجليزيه بالفرنسيه والعربيه ومن قيمه اللغه العربيه اني لغه رسميه في الامم المتحده هم يقولوا مؤسسه وهي ب... هي جزء احنا حابين نقولوا نعم. منظمه تعرف علي. انت تعرف عليها انت فهمت نعرف نعم نعم لان احنا هوني ممنوعه لنا وهي منظمه وضح. عتيده وعريقه وتخدم في عمل جبار على مستوى أكيد. المساعده وتمويل المشاريع نعم, نعم. آه آه يقول المقال انه آه 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 تلك التجارب اللي آه سبقتنا آه واللي مثلا التجربه نتاع بنجلاديش حصلت مم. على آه جائزه آه نوبل السلام ألهمت يعني العديد والعديد في أنحاء العالم في تقديم هذوما الميكرو ما يقارب من مليون قرض على مدى العقدين الماضيين وكانت بن حميدة يقول المقال من بين العشرات من رائدات الاعمال والمتعاملات مع مؤسسه التمويل الدوليه اللي وفروا قروض بشروط ميسره واحيانا بلا شروط م. هو المقال يركز عن بما انه اسماء بن حميده هي امراه تونسيه متميزه م. التجارب يقول انه وقع التنويه بها تجربه تونسيه في بلغاريا في المجر في الاردن في لبنان في مولدوفا في باكستان في المغرب في رومانيا في تاجكستان ووقع الاستلهام منها ويقول المقال أن دوروثي بيري نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي كما قلنا لشؤون الموارد البشرية والإدارة والاتصالات تقول أن المرأة التونسية تمثل في القطاع الخاص مصدرا قويا للنمو الاقتصادي والفرص وتشير التقديرات إلى أن الشركات التي تملكها النساء طبعا الصغرى والمتوسطة تمثل 30% عالميا

طبعا بين 8 الى 10 ملايين شركه لكن في تونس الرقم مضاعف وهناك حضور قوي جدا بفضل العديد من المبادرات الفرديه ما نحكيش على المبادرات الحكوميه ولا مبادرات الدوله هذاك واجبها الدوله وهذاك منوط بعهدتها وموكول لها لكن حي. المبادره الفرديه نعم الدولة هي. طبعا مبادره فرديه انه مم. امراه سيده تونسيه تقوم بالمجهود هذا طبعا رفقه العديد من الشباب وفما حتى شكون متطوع فما حتى يعني يعمل بارسيال معناتها نص وقته باش يدعم ويساند ويعاون احنا نجمو كان نحييو المبادرات هذه زياد على خاطر انت تقول مشاريع صغرى نعم ومتوسطه هذيك معناها عنصر مهم برشا في الدوره الاقتصاديه وخاصه في انه هالنساء هذوما يعتمدن على رواحهم هكا ولا ونعرفوا المراه هي عماد الاسره والعائله نتاعها خليني نعمل اشاره صغيره في ظل الصعوبات باش ما نقولش العراقيل والبيروقراطيه و اللي تعرفها الكل اللي تبارك البنوك التونسيه من اكثر البنوك اللي عالميا رابحه وهذه مفارقه في دوله تعاني اقتصاديا حتى المحللين والملاحظين الاقتصاديين يقولوا على المستوى الدولي المراقبين الاجانب يقولوا من الغريب ان دوله تعاني اقتصاديا أزمة اقتصاديه طاحنه وبنوكها من اكثر البنوك اللي تربح في العالم يعني مفارقة. باش تاخذ قرض آه بسيط آه واحنا نوهنا وانت بالذات ايناس في البرنامج آه عديد المرات والمرات والمرات للبنوك آه اشاره آه باستحباب ربما السلطه في اللي تحب انت راهو الغمزات وعملنا, وعملنا حتى نعم. الحوار المباشر راهو الفكره في امريكا تعطيك قرض مليون حياتي. دولار حياتي. دون ضمانات حياتي. لكن للاسف الشديد وما اسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي <applause> والله اي وحدك يا نعم. زياد في وحدك يا اما هذاك علاش نحيي يعني بالحق القوس هذايا جاء في وقته انه نحيي هالمؤسسات وهالجمعيات اللي قاعده تعاظم هي في مجهودات الدوله وحتى في المؤسسات البنكية الكبيرة دونك هذه المجهودات هذه قاعدة تثمن لا. في كل شبر من تونس يعني هذوما ما يحلوا في مشاريع نعم. ثلاث ألف من اصحاب المشاريع الصغرى أيه؟ وطبعا فما المتابعه أيه؟ يقولوا 300 الف ربما فما مشاريع فاشله ما نستبعدوش الفشل لكن فما 300 الف مشروع مؤسسه ناشئه صغرى ومتوسطه صغرى في العاده ميكرو يعني صغيره برشا وقاعده تكبر المؤسسات هذه خاصه في الخياطه والحياكه ونسج السجاد يقول موقع البنك العالمي بالعربيه ولو انه انا مفضل حرف هما هم هذوما اغلبهم حرف طبعا الحرفيات تعرف الصنعه التونسيه الجميله على ذكر الحرف قلنا نفضلوا كلمه اخواننا في الشرق يستعملوا السجاد لكن هي في القران الكريم وزربية مبثوثه يعني العباره التونسيه العربيه الفصحى اقرب للعربيه اقرب اللي هي زربيه مم. بش تبدا الامور واضحه. إذا لا يسعنا من هذا المنبر إلا أن ننوه بتجربة الرائدة رائدة الأعمال التونسية أسماء أيه؟ بن حميدة ونقول لها يعطيك ألف صحة وحاطتها كما قلنا مؤسسة التمويل الدولية International فاينانس كوربوريشن التابعة للورد بانك جروب أو مجموعة البنك الدولي في خانة السكسيس ستوري قصص النجاح. النجاح. النجاح هذا الحقيقة استرعات انتباهي المسألة توا كي يقرا الانسان مونت ديبلوماتيك او عالم الدبلوماسيه اللي هي مجله ولا مؤسسه صحفيه فرنسيه كبرى، يقول باش تحكي على العلاقات الخارجيه، يقول باش تحكي على التعاون بين الدول، يقول باش تحكي على مسائل تتعلق بكل ما هو تبادل دبلوماسي، تبادل اقتصادي، تبادل سياسي بالاساس. لكن المقال هذا يقول مبدئيا العنوان يقول لو تياتر دي بيرسوناج دوتور. المقال هذا اللي هو في موند ديبلوماتيك الموقع الفرنسي نتاع المؤسسه الصحفيه الفرنسيه العريقه والشهيره يحكي على المسرح الرائد وانت تبارك الله واكبنا معاك ايام قرطاج المسرحيه في برنامجك اليومي على الوطنيه الاولى مباشره كل ليله وقتها بامضاء شادي نعم. الاعداد نعم بصير. واخراج نجيب نصريه تبعناه الكل وتفرجنا فيه وسمحني بالعبارة الدارجة شخنا عليه أيه تعرف أنه على المسرح أنه مسرح أكثر مسرح رائد معناه ويحظى بالمتابعة والتنويه عالميا تونسي المسرح التونسي تونسي المسرح. الحقيقة نعم عربيا وحتى نعم عالميا المسرح التونسي كما قلنا شخصية تبحث عن مؤلفين لو مون ديبلوماتيك تقول؟ تحكي على المسرح التونسي كما قلنا لا تحكي على الاقتصاد ولا على الدبلوماسية ولا على علاقات, علاقات سياسية عفوا ولا على تبادل من أي نوع يقول ليس المسرح كان عندنا خيال الظل قبل من التقاليد العربية والإسلامية الراسخة منذ عقود تعرف المسرح الفرنسي مع مولياغ والأربع قرون التالي ومع شكسبير خمسة قرون المسرح الأنجلوساكسوني لكن يقول كل الأبحاث حول هذا الموضوع تؤدي إلى تحديد ولادة المسرح العربي سنة 1848 أه لكن أه التجربة اللي بدات أه يقول أه كانت تونس التي على مدار الفتوحات والغزوات من قبل العديد من الحضارات أصبحت أكثر انفتاحا من البلدان الأخرى على التفاهم العالمي هكا بالعربية تجي آه، ظلت متحده من جهه مع تقاليد الشرق م. ومن جهه اخرى مع الانفتاح على محيطها المتوسطي والدولي بحكم موقعها ويقول يعود آه، تاريخ المسرح التونسي اول عرض مسرح بشكله الحالي يعني آه بالمواصفات اللي نعرفوها كان عرض باللغه الفرنسيه لفرقه عابره مش عابره معناها مرت مرور الكرام لا ايه. تعبر من دوله الى دوله شوف وقتاش سنة 1826 وحضروا الأديب الفرنسي الكبير ألكسندر ديوما وكانت الفرقة إيطالية أما الفرقة التونسية الأولى فكانت مكونة جزئيا من ممثلين مصريين اللي بدأوا مع المسرحيين التوانسة في التأسيس وكان الفرنسي في ذلك العهد في بداية القرن العشرين الكسندر فيشي كان من الرواد لكن التوانسه خذوا التجربه طوروها اصبح لهم حضور دولي اصبح المسرح التونسي الرائد بامتياز عربيا وافريقيا ساهمت يقول المقال وانوه بذلك الاذاعه التونسيه ثم تلفزة في تكريس هذا البعد الشعبي والاجتماعي للمسرح في توثيق ايضا وشكون يقول تو ديبلوماتيك تصور انت موقع بالحجم هذا ومؤسسه صحفيه بالعراق هذه على شكون تحكي؟ تحكي على الحاج كلوف آه. تصور في بالك تاريخ كامل نعم مم. وارجعوا للمقال نعاود نعنون لو تياتر لو مون دي انكيت هاو امامنا دي بيرسوناج عفوا مش لو مون دي مخي في لو مون ديبلوماتيك دي بيرسوناج انكيت دوتور تحكي مم. على الحاج كلوف ويقول اليوم المسرح التونسي كعادته لا يشهد انتعاشا كبيرا وحيويه متميزه ولكن فما ظاهره جديده وحاجه باهيه اللي هي مسرح الهواة ويتعرض ايضا المقال للزعيم الحبيب بورقيبه اللي كان في شبابه وقت اللي كان تلميذ في الصدقية ثم في ليسي كارنو ممثل مسرحي تقريباً محترف ومثل عديد المسرحيات من أشهرها مسرحية لوكريس أو لوكريس لأنها شخصية إيطالية لوكريس بورجيا اللي هي ابنة البابا وهي شخصية درامية بامتياز وكان شقيقه محمود بورجيبة يألف في المسرحيات م. والمسرح فاد بورجيبة برشا في حياته السياسية تعرف الحضور والخطابه والبلاغه اي ما هو رجل قانون من طبعا يعني رجل يعني لكن هو القانون القانون انه هو قانوني المرافعه و... هذيك المحامي في الاخر لازمها تكون ممسرحه بالمعنى الايجابي يكون عنده حضور وعنده تاثير وعنده بلاغه وعنده ايه. ما يسمى بالجستويل يعني طبعا ايه. طبعا الحضور <applause> الركحي المتميز ذاك ضروري للسياسي ايه. ضروري للمذيعه تبارك الله عليها عندها حضور آه يملا الفضاء لهنا ايه. اه ايه. في استوديو ايه 400 هذوما داخله في تهاني نعم. العيد <applause> عاد من ما <الترايف تصفيق> من في ايناس ايه. على الزعيم الراحل ايه. انه وقت اللي تلاقى هو والزعيم في المقال والا خارج المقال هذه من عندي اي مو باش قط... <applause> أي... خارج كيف تلقاو في غومبوي في فيفري 61 هو والجنرال دوغول الرئيس الفرنسي من 58 ل 69 الراحل وكانت المفاوضات حول بنزرت وحول الجزائر وحول عاد دوغول نقولوا باللهجه التونسيه درجة باهت في بورقيبه بورقيبه فاق كونه دوغول يعني ينظر له نظره غريبه قال له "vous savez que j'étais un acteur professionnel de théâtre en général" يا اخي الجنرال ديغول قال له "ça se voit monsieur le président" حق الجنرال ديغول تقول إيه. إيه. زوسميترو يعني وَشَخْصِيَّةٌ شخصيه تقريبا معناها هاديه جدا وكذا قال له "كنت ممثلا محترفا في المسرح" قالوا ظاهر عليك معناها اذا المقال حقيقه المقال انا اللي عجبني فيه انه شوف المقالات كيفاش يتم النسج نتاعها نعم. نعم. زياد كيفاش نعم. ال... يعني انكيت كامله بحث أي. كامل لانه مسؤوليه فينا المو ان واحد يكتب طبع. على حاجه تنتمي لتاريخ كل وتوثق كلمة لتاريخ ذاكره دوله كامله هكا ولا دونك كان كان حسب ما لخصت لنا وحسب ما ترجمت لنا كان وفي في التواريخ نعم. في ذكر حتى بعض اسماء المسرحيات مازال شويه نزيد نكمل ناس كان لانه يعني جميل برشا انه المسرح يكون سفيرنا نعم. في طبعًا. خارج طبعًا. ال هذا الفرق. هذا شق صحيت انت إيه؟ كربت العلاقه انا ما زلت لكن أنتي سبقتني بين موقع لو موند والمسرح المسرح الفن الثقافه احسن سفير صحيح. احسن صحيح. سفير ويطرق قلنا ايضا الى الفرقه البلديه طبعا ما نجموش نحكي في العالم تونس. فرقه مدينه تونس أي. وعلي بن عياد بالذات ويحكي على المسرحيات العالميه اللي اعاد اخراجها م. ويحكي على انه مهرجاني قرطاج والحمامات بالاساس كانت في اوائل الستينات وقتها وقع احداثهما على يد الراحل الشادي القليبي او الوزير للثقافه في تونس ثم الامين العام لجمعية الدول العربيه بعد ذلك كانوا مهرجانات مسرحيه م. بالاساس يحكي على البعد السياسي يحكي على مراد الثالث انت على حبيب و وعلي بن عياد يحكي على الـ التميز والخصوصية في المسرح التجريبي والتجريدي والمسرح الذهني والمسرح المتنوع اللي م. أحيانا أخواننا العرب ربما عندهم شوية لو ما يفهموش برشا ياسر يقولوا فما تعقيد ولكن هاك التعقيد هذاك أيما زيد المفارقة أنه نعم. بعد التعقيد وتعرض في المسارح أي. العربية طبعا نجاح ساحق الأولى. طبعا لأنه أحنا عنا تقاليد في عنا الفودفيل عنا المسرح الشعبي عنا المسرحيه اللي ضحك ب 15 ممثل وعنا نعم ولكن خاصه في المسرح اللي ربما بين ظفرين بالدرجه التونسيه ما يقدوه كان البعض على المستوى أيه. الدولي <applause> هذا قلتهم لما تاول شيء لا هذه الخبر الثاني والله انا شفت عليه الحقيقه نعم. لانه قديش مهم انه الفن يحظى بهالمكانه هذيه وترجع له المكانه هذيه وتراهن عليه الدوله يحظى. حتى يكون هو سفيرها بين الدول الفن يكون يحظى بالاهتمام عند سيح. الشعوب الراقيه, الراقية والمتحضره أيه. الى كره قدم يا سيدي وانا ومقال... قلت الايقاع الرياضي نعم <صف> <لا صف> المقال من مصراوي من مصراوي وتعرف التنافس بيننا أي. في الفن وحتى في الرياضه وخاصه في كره قدم بيننا وبين الاخوه المصريين لكن أحققنا الحق وتحيه لهم وبرشا من الاصدقاء اللي تقابلنا معاهم في عديد المناسبات من العالمين وغيرهم عندهم احنا بيناتنا وبين مصر فما حكايه فما أي. احنا مشينا الجنرال هكا يقولوا في الكتب الاجنبيه جوهر سقلي مشى مبعوث من معز الدين الفاطمي افتح القاهرة اه يعني أسس الجامعة الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء ابنة اه الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بنتنا علاقات كبيرة ياسر إيش يقول المقال اه التصويرة تصويرة المنتخب التونسي وهو كان شوفه في الأولاد كما يقولوا ايه المغرومين بالكورة حنا بعل الجماعة قدامنا ايه أي علاش تصوير تونس يقول 2022 مونديال 2022،, 2022 شاهد على نجاح المدربين الافارقه علاش لانه الخمسه فرق اللي ترشحت فما مم. مدرب بركة اجنبي وليس رياحي نحيي مساعد مخرج مهتم وكيتابع في في المقال خاطر يحب الكره لياس مغروم اذا مدرب اجنبي واحد من الخمسه فرق افريقيه اللي ترشحت مم. الى كاس العالم بقطر نوفمبر 22 اللي هو اسربي عفوا البوسني هكا لياس ولا وحيد هاليلوزيتش او هاليلوزيتش منتخب المغرب لكن التجربة المتميزة أن المنتخبات الأربعة الأخرى مدربين فارقة وخاصة المدرب العربي الوحيد اللي باش يدرب في مونديال قطر هو جلال القادري نزيدك الزيادة على مدى مشاركات تونس في المونديالات جمع مونديال النسبة نتاع المدربين تونس اللي هي حاجة نادرة بالنسبة للدول العربية والأفريقية عادة الدول العربية والأفريقية في المونديال يدربوها مدربين أجانب مصر لا تقريبا فما منه ومنه مم. فما الجوهري الكابتن جوهري الله يرحمه، فما ايضا حسن شحاته وفما وفما، لكن في تونس 78 شكون؟ آه شتالي عبد المجيد شتالي آه تحيه ليه المدرب القدير والكبير ويساعده توفيق بن عثمان، هنا باش نرجع للتجربه الالمانيه، في المانيا إناس كي تكون قائد المنتخب بعد سنين نلقاوك مدرب المنتخب واللي واللي قايد بعد كيف انت تعتزل بعد سنين نلقاه هو مدرب منتخب مثلا مم. ابرز ثنائي كان قايد المنتخب الالماني اللي هز كاس العالم 74 هو اللاعب الالماني الاشهر فرانز بيكنباور عام 90 وقت اللي هزت المانيا كاس العالم نلقاه هو المدرب مم. به تو نربطوا بتوفيق بن عثمان وباللاعب المجيد شتالي شكون خذا عليه التدريب؟ خذا عليه بيرتي فوكتس وقت اللي اعتزل الكوره عام 74 بيكم باور ولا بيرتي فوكتز هو قائد المنتخب الالماني أيه وتواصلت كأنه التجربه علماني نعم علماني وتواصلت أيه التجربه مع يورجن كلينزمان ايضا نجم المنتخب الالماني أيه متاع عام 90 وغيرهم من من اللاعبين. التجربه هذه للاسف الشديد حصلت في تونس مره واحده وقت اللي ترشحنا للالعاب الاولمبيه روما 1960 في كره القدم كان المدرب عبد المجيد شتالي وقت لاعب المنتخب ومعه توفيق بن عثمان اللي بعد ولا عبد المجيد شتالي قائد المنتخب ثم توفيق بن عثمان ثم ولاو هما المدرب عام 78 وقت ترشحنا لكاس العالم أول دوله عربيه أفريقية تفوز بمباراه وذاك علاش ولات الابواب مفتوحه امام المنتخبات الافريقيه ولينا زوز منتخبات عام 82 الجزائر والكاميرون ثم ولات توا خمسه منتخبات فتحت الابواب هي تونس انتصرت على المكسيك لاول مره في التاريخ ثلاثه واحد اول مره فريق عربي وافريقي وأسوي ينتصر في كاس العالم عام 88 توفيق بن عثمان اللي كان قائد المنتخب ثم كان مساعد شتالي في مونديال 78 يترشح الى الالعاب الاولمبيه بسيول شوف التجربه لكن للاسف الملاعبيه التوانسه ما خذوش تجارب كبيره في التدريب باستثناء ربما سامي ترابلسي اللي هز كاس افريقيا للاعبين المحليين سنه 2011 ايضا نبيل معلشان شان صحيت يليس نبيل معلول اللي ترشح للكاس العالم 2018 المدربين التوانسه دربوا المنتخب في 78 في 98 لا لانه كان كاسبر جاك المدرب في 2002 عمر سويح وخميس العبيدي في 2006 روجي مير وفي 2018 معلول و2022 جلال القادري اذا اكبر او اكثر ايكيب او فريق افريقي دربوه مدربين وطنيين من البلاد هذيك ولاد بلاده في المونديال هو المنتخب التونسي وذاك علاش المقال نتاع مسراوي حط صوره المنتخب التونسي في العنوان وهذا يحسب لتونس ونتمنى أن النتائج تكون رغم صعوبة المجموعة ما ننساوش فرنسا م. وغيرها من الفرق رغم صعوبة المجموعة نتمنى أنه الأولاد كما يقولوا محبي كرة القدم يكونوا في الموعد ويحققون نتائج غير مسبوقة إن شاء, 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 شاء الدور الله شاء الأول بي. بي. نختم زين نجاحات كل عادة انت ناس نعرف كان النجاحات في جميع المجالات م... اعطيني شكون ما يحبش النجاحات برشا إيناس. برشا والله يا ايناس برشا ما يحبوش للعباد وللبلاد ان تنجح للاسف الشديد ما نعرفش علاش ما نعرفش <applause> من الكره الكره نمشي للاقتصاد والاستثمار والتنميه وامامنا سامي زمال باش يحط المقال الموالي يقول المقال من موقع world.treat.com tunisia at the japan africa public private economic forum تونس في المنتدى او منتدى الاعمال الخاصه الافريقي الياباني اللي صار منذ مده ولكن المقال صادر بتاريخ 3 مايو لازمنا نقولوا زاد رانا في برنامج هذا الصباح هذا الصباح اي رجعنا هذا الصباح هذا صباح <applause> نقولوا في برنامج هذا الصباح اللي مقالات فريشكا باش ما يقولوش جايبينها معناها متاخره شوية شوي في ماي ها المقال امامكم نعاود تونسيا اد ايه ذا جابن او جيم. <تصفح> 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 نيبون هما يسميو بلادهم اليابانيين ما ديما ايه كل مره نقولوا <حتصفح> <تصفح> اهل البلاد شنو يسميو بلادهم اد ايه ذا جابن افريكا بابليك برايفت ايكونوميك فوروم شنو اهميه حضور تونس تونس ايناس وحكينا في الفقره هذه بالذات وقع عليها الاختيار اسناء باش تحتضن ملتقى عالمي مهم جدا اللي هو التيكاد ثمانيه. التيكاد هو طوكيو اه انترناشنال اه كونفرنس اه اون افريكان ديفلوبمنت هذا باش يصير في 27 و 28 اوت 2022 في تونس. صيفيه تسعين اليابان باش تنظم الملتقى الياباني الافريقي في تونس بحضور العشرات والعشرات من رجال الاعمال ومن المستثمرين ومن أهل أجمع الاقتصاد والمال ورؤساء الدول والحكومات من العالم أجمع وهنا تكمن أهمية المؤتمر نجم نقول تحذيري هذا اللي صادر المقال في خصوصه في 3 ماي الفارت هو البارح 3 ماي 3 ماي البارح عيد, عيد عيدك وعيد هو اليوم العالمي اليوم العالمي للصحافه وكل عام وانتم بخير ومن الكفاءات التونسيه خليني مالا حي زميلي مراد مزيود اللي تم تكريمه البارح أي أي كل خير تم مراسل التلفزه الوطنيه نعم وصحفي بالتلفزه الوطنيه نعم تهانينا كل تهانينا القلبيه لزميلنا مراد والامثله برشا الحقيقه في في على ذكر النجاحات البارح لهم نعم الكل رغم تقهقر راح تعرف زياد تقهقر الترتيب بتاع بتاعنا في مش مشكلة حريه الصحافه مش مشكله الترتيب يطلع يهبط مش مشكله المهم انه نرجع للكفاءه التونسيه البارح الاخبار استضافت شكون استضافت الصحفي التونسي اللامع عبد المجيد الشعار عبد المجيد شعار كما تقول انت الامين العام للامم المتحده نتاع الصحفيين نتاع العالم الكل يعني مكلف بالاعلام م. في الامم المتحده اللي هو منصب يطمح له يطمع فيه صحفيين واعلاميين من انحاء العالم الكل لكن كالعادة تونسي هو اللي متبوء المنصب هذا ومنين انطلق انطلق من لفيات مك البنيه الجميله مك الدار العزيزه هذيك مك التلفزه آه قعد قدام الكاميرا نتاعها اي ناس عادة قوي في الطموح راهو وتوا في صحيح. الامم المتحده عندنا معناها دي بالحق يحب يمشي في ثنية هذي ويمتهنها خاصة عندنا نجاحات في جميع المجالات وهذا اللي نقولوه ونعودوه في الفقرة هذي منها هذه من المنبر هذا وفي البرنامج هذا أننا ديما نحاولوا نعملوا بنك معلومات ونسلطوا الأضواء على الإيجابي وعلى النجاحات وعلى التوانسة المتميزين في الكورة في المسرح في الثقافة في الاستثمار في التنمية في الإخراج في كل شيء في بيت. التقديم انا نحب في حماسك انا نحب حماس زياده خاطر ياسر سلبيه واختيارك م... والله الصباح جاي مع اخ سائق اجره ونحييهم بالمناسبه يعني امواج سلبيه ومسكين متفاعل بشكل درامي مع الوضع لكن انا رفعت له أيه المورال وقلت له راهو باش نحكي على كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا فهمت ولو انه آه هو انا اعطيته سبق ما اعطيته ابونغول الفقره هذه طبعا هو استغرب كيفاش تحياتنا نعم بسواق سواق التاكسي الكل لا الصحه يحطوا لي غاديو مش يوليو أيه يحطوا زاد القريط الوطنيه قريب عاد باش نوليو توا بك التكنولوجيا ونتفرجوا في التلفزه الكل ما محليك زياد يعني ذبذبات الايجابيه حتى وانت في الطريق وانت جاي نعم مؤسسة من الـ الـ نبدأ من الصباح ونبدا من صلاه الصبح والحمد لله نتوكل أيه؟ على الله أيه؟ في الايجابيه <applause> اي طبعا هو خلصوا اه والله العظيم يا مباشر مع الياس <applause> الواحي وبرهان منزويرو والله العظيم والله لي مساعد المخرج في بالي فما حاجه هكا فاتتني ولا فما حاجه يقول لي خلصوا في ال لا لا شكون يخلص شكون؟ جسمها سؤالك لحظة لحظة تو انت كانت معنوياته طايحة هكا ولا حسب هو يخلصك وانت هو يخلصك طبعا طبعا وما يخلصكش ما يخلصش منكش خلصت ولا لا خلصت لا لا كل حاجة في بلاصتها هذا زياد والا والا ما يكون الزياده تفضلك خيرك بالله فيك محليك نحبوا احنا نعملوا ابتسامه نعملوا ضحكه نعم ولكن راهو عندنا برشا جديات وهالجديات هذيا تهزنا الاخبار مشرفه خليني نقول الوجه نعم تونس نعم تونس اللي انا من المفارقات اللي نخدم عليها برشا معاك كزياد في الفقره هذيه انه رغم الهنت رغم الانتقادات رغم الوضع وما يتقال عليه في تونس هنا لداخل الحدود البرا عندنا صوره محلاها ومشرفه برشا يعني اللي, اللي نستغلوها ونسلطوا الاضواء عليها وان شاء الله البرنامج متاعنا الكل يكون ساهم قسط بسيط في المسألة هذه شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه وإلى يعني اللقاء في فقرات قادم. يعطيك الصحة يا ترى ودوا إن شاء الله مع شاء الله. زيادة هنية في جولة أخرى ميرسي بوكو زياد احنا نمشي وحكينا على دورر وسميت لنا النجاحات ومسرحيات عالقة في البال أنا منهزك للغناء وعنا صولات وجولات وطبوع تونسية يكفي نقول لكم الاسم هذايا اللي نقترحه عليكم توا زياد غارسة وراجعين الكون الى جمالكم مشتاق مشتاق والعالم